نكملوا معاكم كما قلت لكم. دونك شيكونوا معنا بالتليفون معز من غربيه، معد ومنتج برامج بقناه التونسيه. سي معز اهلا وسهلا. اهلا وكل مرحبا بك. مرحبا بك كل مستمعي اذاعه موزيك. نطمنوا على صحتك ساعه. لا على العال، قاعد نتبع في كل الاخبار. تبعت ما حصل البارح في التاسعه مساء، نهار الاثنين كنت حاضر في التاسعه سبور مع حيدر. نحب طبيعه نكذب كل هذه الاشاعات، لانه حتى الاختيار المقدمين كان باختياري وكنت حاضر نهار الاثنين، لكن نهار الثلاثة تبعت من بعيد وحضرت دليل البرنامج وكلمنا الضيوف. وريم نور الدين اللي شفناه البارح، هي رئيس تحرير البرنامج، يعني هي رئيس تحرير المساعدة للبرنامج، معناها عندها 3 سنوات تخدم في التاسعة مساء، وسبق لها العمل في برنامج في فريق برنامج الحق معك. واضح. شنو تنجم تقول على البوليميك اللي كبرت بكيفية كبيرة اليوم؟ الناس كل تحكي على قناة التونسية معز، شنو تنجم تقول؟ لا هي انا نحب نحكي على الكاسات، مش نحكي على البوليميك قناه الكلها هي. لو كان نحب نحكي وتو نحكي، لانه اخر حاجه كنت نتخيلها اني نلقى روحي اليوم نتدخل في اذاعه بس في موقع متهم، وحتى لو كان هو المتهم هو واحد من الفريق العامل في التاسعه مساء، فانه الاتهام يصل من خلال التلميح في بعض الاحيان بانه فريق التاسعه مساء والا معزمه غربيه سرق كاسات تابعه لبرنامج المناجر فقط. نوفل، تبدو الحكاية والرواية وكأن هناك غرفة سرية مغلقة في كاكتوس وفي قناة التونسية، وجاء أحد التقنيين بالليل ثالثة صباحا مثلا وسرق المفتاح متاع كاكتوس، ثم طلع لهذه الغرفة السرية وتخل بالسرقة واختطف شريط كاسات لبرنامج مناجر فقط. خليني نفسر، لأن العملية تبدو هكا عندما نتحدث عن الحقيقة. حقيقة مش هذا بالطبع ما عنده حتى علاقة بهذا الموضوع. أنت تعرف منيح بأنه كل البرامج في قناة التونسية تأخذ الكاسات من بعضها وتستعمل وتمنتي فرد بلاصة، وتمنتي في نفس البلاصة، وأنه الكاسات هذه لا محطوطين لا في غرفة مغلقة ولا في غرفة سرية وقدام الناس الكل. والسيد هذا التقني، ونتحدث وكأنه تقني، هو مدير المونتاج، يعني هذا شخص يعرف جيدا القناة ويدخل في الصباح وفي العشية وتخل وجد المتصرف القضائية وسلم عليها ومشي لجماعة الديفيزيون ما لقى حتى حد، لأنه في حاجة إلى شريط لمناجر فقط باش نستعملوه احنا في الزابينج، كما مثلا انتم تستعملوا فلوبا طبعا فلوب في كلام الناس وتاخذوا من عنا في بعض الأحيان الكاساتات. نحب نقول بأنه هذه عادة سارية ومعمول بها في قناة التونسية وفي شركة كاكتوس، وهذه مش أول مرة يختفي شريط، وإلا ما بين ظفرين يسرق شريط، لأنه كلمة السرقة وكأنه واحد في وسط الدار، الخو هز كاسات متاع خوه وإلا البو هز كاسات متاع ولده، هكا هي العملية بالضبط. نحب نقول مثلا بأنه قناة التونسية اليوم غير قادرة بأن تعاود حصة 6 فيفري يوم اغتيل الشهيد شكري بالعيد، وإلا تعاود البرنامج ترشيد عمار. تعرفش علاش يا سي نوف؟ لأن الكاسات هذه غير موجودة، لأن الكاسات هذه سلفها فريق من فريق العمل في حصص أخرى ثم اختفت. لا قلنا وقتها بأنه وقع في قضاء ولا فما تحقيق أجري، وإلا المتصرف القضائية صرخت أمام الجميع وقالت بأن هناك مؤامرة ضد قناة التونسية، وإلا قالوا هذا الشريط اختفى بقدرة قادر. قلنا بأن العملية غير منظمة ومسار اتهام لحتى حد، ولليوم الأشرطة هذه غير موجودة. الشريط هو متاع برنامج لمناجر فقط. ربما الخطأ اللي وقع بأنه ليس الشريط متاع ما وقع بصه فيما لم يجرى فقط، فهو الشريط اللي ما وقع تسجيله فيما لم يجرى فقط، والسيد المونتور اللي هز هذا الشريط ما عنده حتى فكرة، لأنه مش يحطه في لكتور باش يقرأ هذا الشريط تابع لهذا الشريط ما وقع بصه وإلا ما وقع تسجيله. ثم لماذا كل هذا الضجة؟ معنا وأنا تسأل ماذا يوجد في الشريط، معنا ولماذا كل هذا الخوف مما حصل، ولماذا كل هذه الضجة؟ أنا أعذر زميلي سمير لوفي اللي كلمته البارح وقلت له ربما يحاولوا يدخلوه، قلت له حاولوا يدخلوه في معركة هو لا علاقة له بها، قلت له وراك أنت ربما ما تعرفش تقاليد اللي صايرة في شركة كاكتوس بأنه كل واحد ينجم يهز الشريط لأخذ. لكن في هذا حاب نقول أنه ما حدث من خلال هذه الضجة الكبيرة ياسر اللي صارت على هذا الشريط، وإني اليوم نلقى روحي بعد كل سنوات العمل في قناة التونسية متهم بسرقة ما بين ظفرين. لا ماكش متهم معز. لا خليني نكمل. ما تبلغش، ماكش متهم، تفضل.
خليني نكمل. عندما أقرأ أنا ردود الفعل، وعندما أستمع إلى مقبل المجري ماذا يقول، وعندما أستمع لما يلمح له بأن هناك سرقة شريط، وقتها نقول ماذا يحصل في قناة تونسية. لأنه هذا شريط سأحب نطمن كل التوانسة بأنه اليوم لو كان واحد يسرق الخوه، مش يسرق، واحد يهز شريط متاع خوه، ولا بوه يهز شريط متاع خوه، ينجم يمشي لمركز الشرطة يشكي، ويكفي أن يذكر المكان الموجود فيه هذا السيد حتى تأتي سرقة خاصة تسكر له طرود وتلقي القبض بطريقة مريبة على هذا الشخص وتحط له المنوت وهو وفريق العمل والطرود مسكر على شريط واقع معناها بكل حسنية أنه هز هذا التقني، مش تقني، هذا رئيس ومدير في شركة في برودكسيون، وهو الذي قام بعملية مونتاج كل حصص التاسعة مساء وهو يشرف على تمرير الصور في الديريكت. أتأسف لهذا الشخص أن يجد نفسه بهذه الطريقة مهان من فرقة خاصة أتت أغلقت له طرود وسكرته ووقفت الناس الكل باش هزت على خطر فما شكون قال بأنه وقع سرقة هذا الشريط المريب. نحب في الأخر نشكر قوات الأمن هذه، لأن أول ما ساهمت الحكاية فالسيد قال لهم مش عندي شريط هذا برك راه، قال لهم عندي أشرطة التاسعة مساء وعندي أشرطة التاسعة سبور وحل الكهرباء، وقال لهم مش هذا شريط، ولو سرق هذا الشريط علاش قعد عنده؟ لأنه هو جابه باش نحن نعملوا به زابين، فلما ما لقاش الوقت عاد به. صراحة 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 عملية مؤسفة 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 أن يجد الواحد نفسه اليوم بعد كل العمل اللي تعبناه وبعد المعادلة اللي عادناها الناس الكل مع بعضنا في السنة الفارطة بين قناة التونسية تكون الأولى، وبعد الوقفة التاريخية والمشرفة لأبناء وأقول أبناء قناة التونسية في الموسم الفارط مع سامي فاري. في الأخير نحب نقول وأنا عهدت نفسي اليوم أن يتكلم آخر مرة ليتكلم على ما يحدث في قناة التونسية، تكلم لي آخر مرة وبدون تشنج عكس المرات الفارطة. قرأت أيضا من جملة ما قرأت بأني أمر وأعاني من أزمة نفسية، وهذا تصريح للسيد سليم الرياحي اليوم في صحيفة التونسية. أنا متابع للأخبار برغم من أني خارج تونس. وهذه الأزمة النفسية بسبب هذه الأزمة تراجع نسب المشاهدة، وما نعرفش بأي معطيات هو يدعي بأنه يملك هذه القناة، لأنه لو اطلع مثلا على إحصائيات سيجما كونسي في شهر ديسمبر لفهم بأن برنامج التاسع مساء بعد الأخبار في الوطنية هو أكثر برنامج مشاهد، ما زال أكثر برنامج مشاهد. ولو اطلع على تقرير ترواسي إتود مثلا لفهم بأن القناة التونسية عادت إلى المرتبة الأولى بعدما عاد برنامج التاسع مساء والتاسع سبور. لكن مانيش هنا ليعطي درسا لشخص لا يفهم شو معناه بانيل، ولا شو معناه إشانتيون، ولا شو معناه إشانتيون ريبريزونتاتيف، ولا شو معناه ستاتيستيك. هذه أمور يجهلها السيد سليم الرياحي، ودائما أكرر بأنه حتى لو البرنامج يعتلي ويتقدم نسب المشاهدة فهذا لا يعني جودة المنتوج، ونسب المشاهدة شيء وجودة المنتوج شيء آخر. وإلا لأصبحت برامج تلفزيون الواقع مثلا في العالم أجمع وهي أكثر برامج مشاهدة في العالم هي أفضل البرامج في العالم. فقط حب نقول في الأخير، وإذا آخر تدخل اليوم لأغلق هذا الملف نهائي، أنا لا أعاني من أزمة نفسية، أنا أعاني من أزمة صحية بعد كل التعب اللي تعبناه عمناه والوسناه، بعد كل الوقفة التاريخية، وبعد كل، وأنا أحب ننصح الناس اللي تتكيف بأنها نهائيا تبطل الدخان، بعد ربما كيلوات الدخان اللي استهلكناها في الموسم الفارط ونحن نعمل صباحا مساء يوم الأحد باش قناة التونسية تكون في صدارة المشاهدة. هذا ما نعاني منه. أنا لا أعاني من أزمة نفسية، أعاني من نكران الجميل وصمت الناس الآن المرير وصمت ذوي القربة الذين اختاروا صمت ما نعرفش طواعية أو ألزم عليهم هذا الصمت المرير ليوقفوا هذه المهزلة التي تجعل من معز بن غربية اليوم سارقا أمام الناس. أنا نعاني من قلة المعروف مش من أزمة نفسية، ومن الكذب والاتهام بالباطل والإدعاءات الفارغة. ونعاني أيضا في نوفل الورتاني من أزمة مادية، لأن شركة كاكتوس إلى اليوم لما ما وفيتش بالالتزامات نتاعها للشركة نتاعنا. اليوم انا مازلت ما خلصتش في التاسع مساء نتاع مناول وميسالش وقلنا سماح تو نخلص فيها من هنا لجوان جاي، ومن نزلنا ما خلصناش في زلزال وقلنا ميسالش انا نقف مع قناة التونسية ومع شركة كاكتوس. ها مناش نعاني انا سي سليم الرياحي مش من ازمة نفسية، من ظلم ذوي القربة كما قلت لك، ونعاني زادة من اللامبالاة، لانه عندما وقع التشويش على القناة وعلى برنامج التاسع مساء لم نسمع
لا تلقى متحقيق ولا من اليوم ما كلمني حتى واحد ولا تحقيق خاص ولا أحد حتى رفع الهاتف ليقول لي ماذا يحصل. وعندما حصل تأخير بسبب خطأ فني أعتقد مرة أخرى، لأنه عندما تتعاود الأمور، وأنا لا أؤمن نظرية المؤامرة، التأخير 45 دقيقة الأسبوع الفارط حتى حد ما فتح تحقيق ولا قال شنو المشكلة اللي صارت في السيرفر. هذا مناش نعاني، مش من أزمة نفسية. قل لك مناش نعاني في نوفل الآخر من وحش صغاري اللي مرهمش نهار الاثنين ونهار الثلاثة ونهار الجمعة ونهار الأحد، ونعاني في الأخير من القدر الأحمق، وقلتها في نهار السبت، ونعرف وقت اللي عديتها بأنه ستشن حملة على معز بن غربية، لكني ما كنت نتخيل أنا ستكون بهذه الرذالة وهذه البذاءة. وعاني من القدر الأحمق الذي جعل من قطع البث في ليلة تاريخية قبل نهارين من رمضان هو الذي يتحدث باسمها اليوم ويصبح هو باعثها القناة وأنا سارقها. وعاني من هذا القدر الأحمق في نوفل اللي يجعل في عملية التحفظ اليوم، لأنه عندي واجب التحفظ، أني ما نحبش نحكي كيف صارت ومن ساهم فيها وبأي طريقة قطع البث، وأنت تعرف جيدا لأني أملك كل التفاصيل، كل التفاصيل. يوم يرفع واجب التحفظ على هذه الطريقة وكيف قطع البث من باعث الذبذبات والذي أصبح هو باعثها وأنا سارقها، عندها سيصبح لكل حادث حديث. الآن هذا آخر تدخل عندي في هذا الموضوع، والآن بالإمكان اتهامي بالسرقة، بالإمكان بالاتهامي بالخطف، بالإمكان بالاتهامي بالاغتصاب، بالإمكان بالاتهامي بالقتل، بالإمكان بالاتهامي من قناة التونسية بالإرهاب، لأني اخترت هذه المرة أن أصمت من جديد. بعد نهار 14 جانفي قعدت برشا ساكت وما حبيش نتكلم، لأني أؤمن بأنه في بعض الأحيان يا سي نوفل سول لو سيلونس إي غران صديقي العزيز. وفي الأخير نحب نقول أنه أنا خذيت راحة فقط أسبوع، لكني نحب نأكد بأنه هذه الراحة الآن ستصبح مطولة ومطولة جدا بعد هذه الإهانة وبعد نكران المعروف والجميل مع ما حصل في قناة التونسية. ومع ذلك بأني نقول بأني سألتزم بكل الالتزامات القانونية اللي عندي، لأن الشركة المنتجة عندها عقد مع شركة كاكتوس التي تملكها الدولة التونسية ولا يملكها السيد شيمرياحي، وأؤكد مرة أخرى بأنه لا يملكها السيد شيمرياحي، ألتزم بعقد، سأقرر من سيقدم هذه البرامج، لكني في الأثناء سألتزم مرة أخرى بالصمت. وعيد مرة أخرى صديقي نوفل سول سيلانس إجران. أعطيك صحة معز بن غربية، شكرا لك. وبطبيعة معناتها نعود نقول لك ماكش متهم بالسرقة، وما فماش شكون ينجم يتهمك بالسرقة بطبيعة، لأنه حتى تدخل البارح وتقول هذا أمر مؤسف، هذا أمر مؤسف من غير المعقول، وكأنه أي أمر مؤسف يا نوفل، مؤسف هو العرك يا معز. لا لا، المؤسف هو أنا إلى اليوم نحب نقول لك بأني ما تعاركت. أنا المؤسف معز المؤسف أن يقع اتهامي بسرقة. صحيح صحيح، بأن يقع اتهام واحد من الناس اللي سهرت صباحا مساء بأنه سرقة، ما لم يسرق شيئا. المؤسف بأنه عندما كاساتاتنا ما تلقاتش، كاسات رشيد عمار ما فماش، كاسات الباجي قايتش ما فماش، كاسات اللي اختيلة فيها شكري بالعيد ما فماش، نفس التفيفري ما تكلم حتى حد. هذا هو المؤسف، لكن المؤسف اليوم أن تصمت أنت البارح وتقول بأنه هذا مؤسف. لا لا، للأسف هذا يا سي نوفل. لا معز، أن تجد نفسك في هذا الموقع المدافع عن النفس بدل أن تجد المؤسف. مش منك يا سي نوفل ومش مني المؤسف، ما الذي اخطأ أن يصمت الآن؟ معز صحيح كلمك صحيح، أما المؤسف توعية. المؤسف أنه ولينا نتناقش في المواضيع هذه مش على عملية سرقة، لأنه عندي رأي فيه ونعرف أنا صار، أما المؤسف على النقاشات هذه، معناتها كش أنت تلقى روحك هذا هو الشق. أنا لم أخرج إلى العلن، ولم أتحدث في وسائل الإعلام، ولم أتكلم على موقعي على الفيسبوك، ولم أقول أي شيء من أسابيع، وأنا عادة لا أتكلم كثيرا، لكن المؤسف هو هذا يا نوفل، وأنت تعرف جيدا ما حصل وما يحصل وما سيحصل في الكواليس القادمة. وشكرا على توكا. معناتها لو كان معز باش يواصل غيابه على التونسية ما تنجم تكون كان خسارة كبيرة للتونسية، لأنه واحد من الناس اللي صنعوا نجاح قناة التونسية وردوها في المرتبة الأولى. شكرا لك معز بن غربية.